جمال كشكي، بنرحب بحضرتك معنا في موقع بسرعه. اهلا وسهلا بحضرتك. مع انتهاء الاسبوع الاول من الحوار الوطني، جلسات الثلاثه، المحور السياسي والمحور المجتمعي والمحور الاقتصادي، مناقشات كثيره، افكار كثيره، وراء كثيره. تقول لنا ايه عن الاسبوع الاول وسيره في الحوار الوطني؟ اسبوع ناجح بامتياز، يعني 12 جلسه تمت في الاسبوع الاول من الحوار الوطني. 12 جلسة تهم الناس بشكل مباشر، تهم المواطن بشكل مباشر. نتحدث عن يعني قرابة يعني 500 متحدث وكلمة، وعشرات من الاقتراحات التي قدمت داخل الجلسة أو استقبلتها الأمانة الفنية من قبل، نقاشات بلا خطوط حمراء، الجميع أخذ حقه في الكلام. لا يعني هناك أفكار خارج الصندوق، يعني على سبيل المثال لو تحدثنا عن قضايا النظام الانتخابي أو الهوية الوطنية أو مكافحة التمييز أو التماسك الأسري، كلها ملفات وقضايا شائكة تم اختراقها بشكل حقيقي وعلمي وبناء على بحث ودراسة، ويعني كل المخرجات والنتائج مبشرة إن شاء الله. يعني جلسات سخنة شاهدناها خلال الأسبوع الأول، لكن إدارة ونظام الجلسات أكد على سير الجلسات بشكل منتظم وإدارة قوية ورسينة من الحوار الوطني في طرح الأفكار. بنشوف ده إزاي، بجانب أن بعض الجلسات أكدت أن احنا ممكن نشوف طرح الموضوع مرة تانية في جلسات أخرى. هناك ضوابط حاكمة لسير عمل الجلسات، وفي الحقيقة يعني الأمانة الفنية بتبذل كل الجهد لتقديم كافة وسائل المرونة للمتحدثين والمشاركين، وأيضا المشاركين يحرصون على الالتزام بهذه الضوابط. شكرا جدا.